بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذا السؤال وردني عبر تطبيق واتساب. السلام عليكم، ما هو الفرق بين النفس والروح؟ طبعا هذا السؤال يحتاج لمجلدات، ولكن سأختصر في يعني دقائق قليلة جدا. النفس أيها الأحبة هي كائن مخلوق غير الجسد. الجسد هو عبارة عن خلايا، بالنتيجة هو ذرات، يموت ويتحول إلى تراب وماء وينتهي كل شيء. النفس أحبتي في الله هي مخلوق مركب على هذا الجسد، هي التي تقوم بأن تدلك على الخير أو الشر. يعني النفس ممكن أن تكون مطمئنة، الإنسان الصالح تذهب نفسه إلى الله عز وجل، يا أيتها النفس المطمئنة ادخلي في عبادي، وادخلي ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بالنسبة للنفس الخبيثة، هذه لا تفتح لها أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. هناك نفس لوامة، هناك يعني أنواع كثيرة، تأمرك بالخير، توسوس لك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذا الأشياء السيئة من النفس. قضية الروح موضوع آخر، ليس له علاقة بسلوك الإنسان ولا البشر ولا من قريب ولا من بعيد. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا الروح كأنها هي البرامج التي تحرك الجسد، هي الطاقة والبرامج والأشياء التي أنت لا تتدخل فيها، من أمر الله. الروح من أمر الله، بينما النفس أنت تستطيع أن تتدخل، تستطيع أن تنهاها عن الهوى. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا هذه النفس تأمرك بالسوء، توسوس لك، تدلك على طريق الشر، يجب أن تكبت هذا الجماح وتسيرها في طريق الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وبانتظار أسئلتكم نجيب عليها إن شاء الله من خلال هذا التطبيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.